الصحف العالمية النهاردة اهتمت بقرب إتمام صفقة انتقال براند هوريس من مانشستر سيتي لبرشلونة، وكمان ارتياح ريال مدريد لتأقلم وتألق نجمه الشاب الفرنسي أدوارد كامافينجا. هنبتدي بقى بصحيفة ماركا الأسبانية، واللي ركزت على نجم ريال مدريد الشاب أدوارد كامافينجا وكتبت مثل المجنون كامافينجا وارتياح في ريال مدريد بسبب تأقلم كامافينجا. كمان الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت برشلونة سوء انتقالات ساخن، كمان اهتمت بحوارها مع خافيير بوادو لاعب اسبانيول، وكتبت بوادو 2021 كانت أفضل سنة في مشواري. أما بقى صحيفة سبورت الكتالونية فركزت على تهنئة داني ألفيتش مدافع برشلونة لجماهير الفريق بأعياد الميلاد، وكتبت تهنئة ألفيتش. كمان اتكلمت عن أخبار برشلونة وكتبت برشلونة سيقدم براند توريس الثلاثاء المقبل وراتب ديليخت يمنع انتقاله لبرشلونة. كمان الصحيفة اهتمت بمصير داني سيبايوس، وده كلام ده كان في ريال مدريد، وكتبت سيبايوس على بعد خطوة من الرحيل لريال بيتيس. كمان صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية هنت كراها بالأعياد على صفحتها الأولى من خلال اللاعب برشلونة أو لاعبة برشلونة للسيدات إيتانا، وكتبت أعياد مجيدة وإيتانا بتطلب الصحة ورحيل فيروس كورونا والفوز بالثلاثية مرة تانية مع برشلونة. كمان اتكلمت عن قرب صفقة انتقال فيران توريس من مانشستر سيتي لبرشلونة، وكتبت مفاتيح التعاقد مع براند هوريس. الصحيفة كمان اهتمت بمصير المهاجم الهولندي لوك ديونغ لاعب برشلونة، وكتبت اتفاق بين ثلاث فرق ينقل لوك ديونغ نحو قادش. وفي فرنسا بقى ركزت صحيفة لوكيب الفرنسية على حوارها مع الأبطال الفرنسيين كليمون وألكسس حول الألعاب الأولمبية الشتوية، وكتبت في الألعاب الأولمبية يجب أن تلعب بحظك. كمان اهتمت بمدرب نيس كريستوفر غالتيه، وكتبت غالتيه 2021 سنة مباركة. كده بنوصل معاكم لنهاية فقرة أخبار العالم، نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع تاني.